أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. ونبدأ من صحيفة الميثاق الوطني ومقال الكاتبة سارة جميل تحت عنوان صراع اللصوص، وتقول الكاتبة: توافقية وأغلبية محاصصاتية ووطنية، كتلة أكبر، مكون أكبر، صراع العوائل حول السلطة، والخاسر الوحيد والأكبر هو الشعب. مرت 7 شهور على الانتخابات في العراق، وإلى الآن لم يستطيعوا تشكيل حكومة. المؤكد أن ما قبل تظاهرات تشرين ليس كما بعدها، ورغم أنها لم تحقق الهدف الأكبر الذي خرج الشباب من أجله، إلا أنها زعزعت عروش اللصوص الذين يتسيدون السلطة في العراق منذ ذلك الحين، ولم نرهم على توافق أبدا. الباطل الذي بني على دماء العراقيين وحقوقهم سينهدم، وما نشهده اليوم من صراعات هي بداية الانهدام لهذا البيت، وستكون النهاية لحكم اللصوص والميليشيات حتمية. انسداد سياسي وأزمات اقتصادية خانقة تكاد تقتل أكثرية العراقيين جوعا، وعدم إقرار الموازنة يتسبب بهدر المال العام وارتفاع البطالة وتعطيل الكثير من الأمور الحياتية التي تخص المواطن، خصوصا ونحن مقبلون على صيف لاهب. ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالتأكيد سيكون أسوأ من الصيف الماضي، كلها أسباب ستدفع الناس إلى التظاهر ضد هذا النظام الحاكم، سواء ببقاء الحكومة نفسها أم بحكومة جديدة لا يفرق عند العراقيين، لأن النظام باق كما هو والتغييرات شكلية فقط. هذا النظام بدأ يأكل نفسه بنفسه وينهي وجوده. انقسام الميليشيات بينها وكثرة الاغتيالات فيما بينها دليل على صراعات كبيرة بينهم، وأن إيران لم تعد قادرة على السيطرة عليهم داخل العراق، وكذلك لبنان، خاصة وأن أذرع إيران في البلدين تلقوا ضربة موجعة في الانتخابات بعد خسارتهم في البلدين اللذين تسيطر عليهما إيران. هذه الضربة الموجعة لم تحقق الأهداف المرجوة كلها، لكنها في الأقل قللت سيطرتهم على الرغم من تعطيلهم تشكيل الحكومات في البلدين لفترة، لكن يمكن أن نقول هي نقطة الضوء في وسط النفق المظلم يمكن أن يؤدي لنهايتهم، خاصة وأن التدخل الإيراني ملتهب ومشتعل ويشهد تظاهرات شبه يومية يمكنها أن تضعف سلطة إيران في الداخل. من صحيفة المدى نقرأ مقالا للكاتب خالد مطلق يقول فيه: السلطة القضائية هنا هي المظلة التي تحمي الدساتير من عبث ومزاج السياسيين، وتحتكر حق تأويل النصوص والسعي إلى تمريرها بعيدا عن مزاجيتهم وخصوماتهم الشخصية في العراق. بعد سقوط النظام السابق وبإرادة من المحتلين بشكل الرئيس، تم رسم الشكل الجديد للدولة، أو ما بات يعرف بالعراق الجديد على وفق هذا المبدأ. بالطبع شهدنا فوضى كبيرة يمكن تفهمها بسبب التربية السياسية الرديئة للذين تصدوا للحكم، ورافقها عرضيا هامش جيد من الحريات، وهي ليست نابعة من إيمان أعضاء الكائن الهجين الذي نطلق عليه الطبقة السياسية، بل لانشغالهم بملفات أخرى هي النهب وإشاعة الفساد الإداري والمالي كثقافة تجتاح مفاصل الدولة والمجتمع على حد سواء. في أثناء ذلك غاب دور الادعاء العام، وتحول القضاء نفسه إلى مشكلة، وأحيانا إلى أداة يستخدمها من يتمكن من تدجينها لمصلحة نياته الشخصية أو الحزبية. وحدث أحيانا أن تم نقد الممارسات القضائية وحتى التظاهر ضدها مرات من قبل ناشطين ومدونين ومهتمين بالشأن العمومي. مؤخرا تخلص الجهاز القضائي ممثلا بالسيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى من حياة التبعية والحيادية الشكلية، وتحول بنفسه إلى لاعب سياسي يحتكر سلطة تأويل النصوص وهشاشة القوى من حوله،
التي تشكل البرلمان ليؤدي دور الشخص الأول في البلاد، لدرجة أن اسمه طرح كثيراً كمرشح ساخن لرئاسة الوزراء، وربما ومن أجل ذلك وطد علاقاته خارج حدود الدولة وفي الجبهات التي يعرف الجميع أنها لاعب مهم في صناعة الطبخة النهائية لإنتاج من يحكم في بغداد. من هنا أصبح الرجل تحت الضوء الساطع، ومن هنا أيضاً كان لابد أن ينال حصته من النقد المباشر في وسائل الإعلام ومن قبل صحفيين وكتاب وناشطين مثله مثل الرؤساء الآخرين وزعماء الكتل والوزراء. غير أن الرجل الذي استخدم سلطة القضاء ضد أطراف سياسية استدار ليوجه سلطته هذه المرة ضد الشعب عبر التلاعب اللغوي بمقاصد النصوص ومحاولة إضفاء القداسة على مؤسسة القضاء، بعد أن تمكن من دمج ذاته كموظف خدمة عامة بمفهوم القضاء الشامل، فبدا كما لو أنه وروح الشرائع شيئاً واحداً متعالياً ومنزهاً عن النقد، وأن من يتجاوز هذا الخط الأحمر مصيره مذكرة إلقاء قبض فوري. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً لجودي روزين حللت فيه خطأ الرئيس السابق جورج دبليو بوش في خطاب له عندما خلط بين العراق والحرب في أوكرانيا، وقالت إن خلط بوش بين أوكرانيا والعراق يؤكد فضائع سياسة أمريكا. وبدأت روزين مقالتها بوصف المركز الرئاسي للرئيس بوش في دالاس، وقالت فيه إن المركز يحتوي على المكتبة الرئاسية والمتحف والمعهد لجورج دبليو بوش، وهو ليس المكان الذي تذهب إليه للبحث عن الحقيقة الخالصة عنه، فمثل بقية المؤسسات المشابهة له فهو يقدم بطريقة مدروسة سيرته وسط أروقة فخمة ونافورة صاخبة وطاولة الدفاع عن الحرية، وهي عبارة عن شاشة لمس كبيرة يمكن للزوار مشاهدة خرائط وصور من حربي العراق وأفغانستان. ففي تعليقات موجزة في ندوة عن الانتخابات والديمقراطية عقدت الشهر الماضي، تعثر بوش في قراءة نص أعد مسبقا، وكان يناقش قمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمعارضة، وقال نتيجة غياب الرقابة والموازنة في روسيا وقرار رجل واحد لشن حرب غير مسوغة بالكامل ووحشية للعراق، أعني أوكرانيا، العراق أيضا على أي حال. وانتشرت لقطات الخطأ سريعة، وعلى منصات التواصل الاجتماعي أصبحت أغنية سيطر على حماسك الخلفية الموسيقية لخطأ بوش الفادح. وقال ستيفن كولبرت هذا اعتراف منعش وخفيف بارتكاب جرائم حرب. وأشار الكثير من المعلقين لما رأوا أنها زلة فرويدية وعذاب الضمير للرئيس السابق الذي أعاد قراءة أمر ليس مطلوبا. وعلى أي حال فقد كان فيديو بوش شيئا طريفا، فمن النادر أي يقدم زعيم في العالم اعترافا صريحا حول موضوع ترك تداعيات تاريخية، وكان الخطأ بمنزلة أسلوب خاص، فلقطات الفيديو التي تظهر زلات لسان هي في كل مكان، والصيادون جاهزون للنقر عليها والساستهم أهم مزود لها. ولم يكن الجميع مسرورا، فقد كان خطأ زائفا يكشف عن حقائق غير مريحة. ومن المنطقي أن يخلط بين حرب روسيا على أوكرانيا في العراق، ذلك أن المشترك بينهما كثير. غزو العراق كان بالتأكيد قاسيا وغير مسوغ، وكان كارثة تاريخية عالمية زرع الفوضى ونشر التعذيب وأدى حسب تقديرات عدة إلى مئات الآلاف من القتلى، وربما تم طبخ الأيديولوجية التي تقف وراء حرب بوش في واحد من مراكز البحث الراسخة في واشنطن. ولكن في جوهرها لم تكن أقل تهورا من التفكير الإمبريالي المتضخم الذي يقف وراء غزو بوتين أوكرانيا. ونبقى مع مقال صحيفة نيويورك تايمز حول زلة لسان بوش وغزو العراق. ففي عام 2022 تعيش الولايات المتحدة هفوة عقلية جمعية، فالديمقراطية مصابة بالشيخوخة وضعيفة، وبدأنا القرن من خلال فرض تغيير النظام في الخارج، و
واليوم ندافع ضد انقلاب في الكونغرس وزلة بوش وأوكرانيا العراق هي علامة على حماقات تراجيدية وتراجع وسقوط مسار يبدو أننا نسير فيه. وتقصد الكاتبة بهذا الكلام الولايات المتحدة، وهو تذكير بعدد الذين يفضلون نسيان كارثة العراق وبشكل كامل. ولا يتحمل الغزو رجل واحد، فقد دعمت معظم المؤسسة في واشنطن من جمهوريين وديمقراطيين ومحافظين جدد وصقور ليبراليين الغزو والأكاذيب الذي سوغت، وكل هؤلاء الداعمين تشاركوا بنوع من الغطرسة والسذاجة الأمريكية. لديهم رغبة بتجاهل السياسة الواقعية وراء غزونا لبلد غني بالنفط في الشرق الأوسط، مع رفع كلمات براقة حول نشر الحرية والديمقراطية، ولم يكن من الممكن الهروب من تلك الرسالة في الأشهر التي سبقت الغزو. ونجب استخدام بوتين التضليل لتسويغ الهجوم على أوكرانيا، وبالمثل كانت دفعة بوش للحرب مرفقة بحملة دعائية، ولا يزال عدد من الصحفيين والمثقفين الذين رددوا كلام الحزب في مناصب مؤثرة ولا يحبون تذكيرهم بسوء تقديراتهم، ولكن الحقيقة لديها طريقة للتسلل إلى أماكن غير محتملة مثل منصات المكتبات الرئاسية. سمها زلة فرويدية أو تجمدا في الدماغ أو انتقام التاريخ، وعلى خلاف البوشيات فالماضي ولم ينتهي أبدا. الكاتب ماهر أبو طير يقول الكاتب ماهر أبو طير في مقال نشرته صحيفة الغد الأردنية: تقوم الدنيا على تصريحات متحدث باسم الحزب الحاكم في الهند مست مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبيته، وهذه التصريحات ليست الأولى من نوعها في الهند وغيرها من دول، وهناك حالة تطاول على المسلمين في كل مكان، وإذا أثيرت هذه القضية يتم وصفك بالتطرف، وكأن التسامح يعني قبول التطاول على الإسلام وتشويه سمعته، والتطاول على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبيته، وإذا عبرت عن ضيقك أو غضبك يراك بعضهم متطرفا. ويضيف الكاتب إن هناك محاولات دائمة لمس سمعة الإسلام، وعلى الرغم من أن ملياري مسلم في العالم لا يؤذون أحداً ولا يتدخلون في حياة أحد، إلا أن استهدافهم في حالات كثيرة يبدو مثيراً ومؤسفاً جداً. من إحراق نسخ القرآن الكريم إلى بث فيديوهات تطعن بالقرآن وتفسيراته، وبعضها يصر على وجود أخطاء لغوية وتعبيرية ويمتلكها عرب في المهاجر، مروراً بالطعن في الموروث الإسلامي والاستهزاء بالعبادات وغير ذلك، ومحاولة تصغير المسلمين في دولهم وتحويلهم إلى طوائف منبوذة، وخفض عدد تأشيرات السفر الممنوحة لهم في العالم، واضطهادهم في دولهم التي يحملون مواطنتها كما في الهند التي تمثل نموذجاً بشعاً للطبقية وتصنيف الناس. هذا في الوقت الذي يعيش فيه ملايين الهنود في العالم العربي دون أن يؤذيهم أحد ولو بكلمة واحدة. مصطلح الإسلاموفوبيا مصطلح يعني الخوف من المسلمين، وهو مصطلح شاع بعد حوادث كثيرة جرت في أوروبا بسبب المبالغات في ردود الفعل بعد تفجيرات نيويورك التي لا يقبلها المسلمون أصلاً، ولا يعقل أن يتم تحميل كلفتها إلى ملياري مسلم في هذا العالم. وتعرض المسلمون وقتها لمضايقات وأزمات في الدول التي يعيشون فيها، ولو عدنا بالذاكرة إلى الحوادث التي تعرض لها المسلمون في العالم على مستوى الأفراد والمؤسسات والمساجد لوجدناها كثيرة وممتدة. لست مع المظلومية، فالتصرف على أساس أن المسلمين يتعرضون للظلم فقط هو أمر لا يناسب أمة عددها يصل إلى ملياري شخص ولديها إمكانات سياسية واقتصادية هائلة، وبإمكانها بكل بساطة احترام نفسها أولاً وإيقاف هذه الإساءات عبر كثير من الطرائق. كما أن نسب الأخطاء التي يرتكبها أفراد ومدها على عموم المسلمين لا يبدو أمراً عاقلاً أبداً، خصوصاً في الدول التي لديها أعداد كبيرة من المسلمين ويحملون جنسية تلك الدول، وبحيث يصير استهداف هؤلاء عملاً غبياً.
في السياق ذاته يقول الكاتب نزار السهلي في مقاله بموقع عربي 21: بين فترة وأخرى يجري اختبار ردود الفعل التي تعقب عملية المس بالإسلام وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم التي يلجأ إليها تيار عنصري في مشارق الأرض ومغاربها، أو التجرأ على حرق القرآن الكريم. لم تقتصر عملية الاختبار عند حدود أكاذيب حرية الرأي والتعبير ولا التحريض العنصري الصادر عن مؤسسات دولية في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وآسيا، بل شملت استهدافاً مباشراً للأقليات المسلمة في مناطق عدة حول العالم. ارتفعت وتيرتها في الاستهداف المباشر للأقلية المسلمة في الإيغور الصينية ومينمار والهند، مذابح وجرائم على الهوية بسبب الانتماء الديني أودى بعشرات الآلاف من الضحايا في ظل صمت عربي وإسلامي عن هذه الانتهاكات المستمرة. لم تحسم المسألة التي تثور سياسيا وإعلاميا بعد كل استهداف مسيء للإسلام والمسلمين، إن كان بالكاريكاتير أو بالمواقف العنصرية والعدائية التي تغذي روح التطرف والتعصب، لتدخل المواقف السياسية باتجاه معاكس ومناقض لمصالح العرب والمسلمين، وهو ما يجعل المسألة أكثر تعقيداً مما تبدو عليه المواقف ضد تغريدة أو موقف سياسي أو سلوك إجرامي في الهند أو الصين وميانمار أو في فلسطين، التي شكلت على دوام الاختبار الفعلية لردود الفعل حول ما يتعرض له أبناؤها مسلمون ومسيحيون وأصحاب أرض لشتى أنواع الجرائم، وقاسمها المشترك الأيديولوجية العنصرية، التعبير عن الغضب والشجب والإدانة ضد الإساءة للنبي لن توقف الإساءة، كما أن التعبير عن الغضب من استهداف الضحايا المسلمين والعرب من قبل المشروع الصهيوني لم يستطع إيقافه أو لجم عدوانه. ومن الخطأ تفسير موجة العداء للمسلمين والعرب في الغرب والشرق على أنها مسألة تتعلق فقط بضغوط أحزاب يمينية وعنصرية، فالمسألة ليست وليدة اليوم بقدر ما أنها موغلة في القدم لعقود طويلة، وتتعلق ببنية الأنظمة الحاكمة في بلاد العرب والمسلمين ونظرتها الحالية لمجتمعاتها التي تعاد فيها صيغة التعاليم الدينية وفق الرغبات السياسية الحاكمة. توفير مناخ العداء ومن ثم توفير بيئة للجرائم والتحطيم للمجتمعات العربية الإسلامية أعطى أعداء العرب والمسلمين الجرأة القصوى، ليس بالتمادي على رموزهم الدينية فقط، بل النيل من كل موروث إسلامي أو وطني أو اجتماعي. تزين برج لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء بعبارة إلا رسول الله، احتجاجاً على إساءة مسؤولين في حزب بهاراتيا جانات الهندي الحاكم لمقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فيما انتشر الوسم على منصات التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك في أعقاب الموقف الرسمي القطري الرافض للإساءة لمقام النبي الكريم والدين الإسلامي، حيث طالبت قطر الحكومة الهندية بالاعتذار. وللكاريكاتير أسلوبه الخاص في التعبير عن الواقع، فتابعوا معنا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.